السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا يا مراسل قناة العربية، كما ترون ولا أحد في حراك، ولكنه يقول أن هناك جماهير غفيرة جدا. برأيكم وبربكم أين هذه الجماهير؟ أنا نشوف السيارات. تواصل الاحتجاجات الجمعة 27 على التوالي. أنا لا أدري أين هي الاحتجاجات. لدي القليل من الوقت بالنسبة لما حصل في حفل الغنائي للدراجة. ما يتكلمون عن الحفل سول كينج. نعم، التحقيقات بشرتها النيابة العامة هنا بأمر من وكيل جمهورية محكمة سيدي محمد بعد بلوغ عدد وفيات 5 وفيات. هذه أو هذا الحادث جاء نتيجة عن تصادم واحتكاك كبير بين الآلاف من المعجبين بهذا المغني الرابر لحظة الدخول، محاولة دخولهم إلى ملعب 20 أغسطس هنا في الجزائر. الاتهامات الآن توجه صوب أيضا الهيئة المنظمة لهذا الحفل لأنها لم تحسن حسبهم اختيار المكان الذي يسع لكل هذه الآلاف من المعجبين بهذا الفنان، وهي طبعا الديوان الوطني للثقافة والإعلام هنا في الجزائر بالشراكة مع وزارة الثقافة والديوان الوطني لحقوق المعجبين.